هل قررتي مثلا في لحظة من اللحظات تقولي أتوسط لحد؟ لا لا لا، اتوسط ليه؟ انا مجهودي، انا مجهودي ويعني ومستوايا هو اللي مخلاني محافظه على نفسي انا اقصد 18 بتوسط سنه. لحد دي يروح للكابتن عصام يقول له هي ليه كابتن منى، او لا لا، انا كلمت كتير. لا انا بص اقصد مش بص، هيخليكي تشاركي هقول يعني، لك بس حاجه، انا اقصد اتكلمت يتكلم كتير معاهم. قوي في الموضوع ده، مش بس دلوقتي ولا السنه دي والسنه اللي فاتت، اتكلمت كتير في الموضوع ده واتكلمت مع رئيس لجنتي الاول. انا ما بحبش اتخطى اي حد يرقصني، يعني انا لما بتخطى بيبقى خلاص بقى الواحد جاب اخره. انا خدت الموضوع من اوله يعني، واتكلمت كتير، ما فيش اي رد، محدش عنده اجابه لاي حاجه يعني. حتى السنه دي، انا السنه دي في اختبار القائمه كابتن عصام، يعني انا شايفه ده، ومش انا بس، كل اللي كانوا موجودين، ان هو كان بيتعمد ان انا ما بقاش موجوده. انا كنت مصابه وكنت مأجله الاختبار عشان لغايه ما الاصابه تخف، وتحدد لي الاختبار وانا في بطوله افريقيا بتاعه الانديه هنا في مصر، كانت معموله هنا، وده مش صح. هو المفروض ان انا اعمله في شهر 12، قال لي لا هتعمليه قبل اجتماع الفيفا، لازم في شهر 11، وده انا شايفه ان ده مش، لان انا سالت في الكاف قالوا لي لا عادي انت من حقك تعمليه في شهر 12. هو اصر ان انا اعمله في الوقت ده، الوقت ده كان فيه البطوله شغاله، ومسؤولين الكاف قالوا لي خلاص اوكي احنا هنعمل لك الاختبار واحنا هنشرف عليه، ما فيش مشكله خالص، بس لازم يبقى في عربيه اسعاف مجهزه تكون بس موجوده، ده بروتوكول للاختبار. واتفقوا مع كابتن عصام على كده وقال لهم اوكي خلاص العربيه تكون موجوده. انا رحت الاختبار الساعه 9، من 9 ل 10 انا بسخن العربيه، ما جاتش. ومسؤول الاتحاد الكاف لغى الاختبار، قال لي خلاص يا منى كده مفيش اختبار، احنا بقى لنا ساعه منتظرين عربيه الاسعاف. وتخيل بقى ان انا بسخن، وبعدين المدربه تقول لي طب اقعدي عشان انت كده هتبردي، وبعد شويه يقولوا العربيه جايه في الطريق، طب قومي يا منى سخني. شدت اعصابي، انا بجري لوحدي، طبعا. يعني دي كانت الاعاده بتاعتي يعني مش الاعاده، انا كنت مأجله الاختبار فكنت بجري لوحدي. فتخيل شده الاعصاب اللي انت فيها يعني، طب ليه؟ يعني ده ليه؟ ليه التوتر وليه القلق وليه ده يحصل؟ لما اصلا الكاف قايل له، هو قايل لهم اوكي العربيه هتبقى موجوده، ازاي ما تبقاش موجوده؟ ازاي اقعد ساعه اسخن واريح واقعد وعملته تاني يوم؟